أهلا بكل مشتركين قناة عربي. طبعا السوق المصري بتاعنا تقريبا نسى إن في عربيات بتنزل غير الصين، كل العربيات دلوقتي وكالة جديدة بتستورد عربيات صيني وبتدخل البلد. واتكلمنا الفترة اللي فاتت عن كذا نوع من أنواع الصيني اللي دخلت البلد الفترة الأخيرة، زي سيارات بايك مثلا، وإزاي الأسعار بتاعتها بتتكلم في أرقام فلكية على عربية صيني أنا مش عارف، بس العربيات ديت فيها إمكانيات مغرية. فإحنا بنتعرف على العربية مش لغرض ان احنا نجيبها، بس لغرض ان احنا نبقى عارفين العربيات ديت بتتكلم فين ورايحة فين في السوق. ولو اول مرة تشوفنا ما تنساش تشترك في القناة. من كام يوم دخل وكيل محلي جديد اسمه شركة مصر حلوان اوتوموتيف، دخلت باربع موديلات من سيارة بيستيون. في الفيديو ده هنتكلم عن بيستيون تي 77 برو. هي الاربع انواع اللي دخلت بيهم، ثلاثة منهم كروس اوفر وواحدة سيدان. فهنتكلم الاول على تي 77 برو، وهي عربيه كروس اوفر مدمجه الحجم. طبعا العربيات دي كلها صينيه المنشا، بتتصنع في شركه فاو داخل الصين. العربيه بتتقدم بمستوى عالي من الخامات والجوده، عشان كده هي بتكون اعلى من تي 55 بالرغم انها نفس الحجم. ويقال ان بيستيون تي 77 هتيجي تنافس عربيات زي هافال اتش 6 وام جي اتش اس وسيارات اخرى ليست صينيه، بس انا ما اعتقدش ان السياره الصينيه هتنافس عربيه ليست صينيه. تي 77 عربية ظهرت في أسواق الخليج من فترة، والعربية لما نزلت الخليج نزلت بمستوى رائع جدا من الخامات والتقفيل، مع تصميم قوي وثوري ورياضي بشكل واضح سواء من الداخل أو من الخارج. العربية بتقدم تصميم مميز جدا، شبكة أمامية كبيرة مع مصابيح أمامية حادة، وخط من الكروم بيوصل المصابيح ببعضها فوق الشبكة الأمامية، والاكسدام في الأسفل بفتحات تهوية هجومية أنيقة جدا، وأعلاها كشافات الضباب الأمامية. أما بالنسبة عن التصميم من الجنب فهو رياضي بشكل كبير جدا، مع جنوط 18 او 19 بوصه ورفارف سوداء وخطوط من الكروم اسفل الابواب وخط كروم اسفل النوافذ، والقوائم الجانبيه باللون الاسود تدي طابع رياضي شويه. اما بالنسبه للتصميم الخلفي فبرضه هنجده رياضي، هنلاقي الجناح الخلفي الرياضي مع الكشافات الخلفيه الحاده بتتصل ببعضها من خلال خط كبير مش رفيع في وسطه كلمه بيستيون، وفي الاسفل كشافات الضباب الخلفيه على شكل حرف سي. العربية طبعا من الداخل فهنلاقي شاشة داخلية كبيرة، منها شاشة 12.3 الخاصة بالعدادات، وشاشة وسطية 12.3 برضو للنظام الترفيه، وطبعا ترى مالتي فانكشن رياضية وكونسول وسطي بشكل رياضي، وتقفيل الخامات الداخلية هي خامات ممتازة. بس في المجمل احنا مش بنشتري خامات داخلية وشكل خارجي، اكيد احنا بنشتري محرك وبنشتري اساس عربية وبنشتري عربية قوية تعيش معانا، مش بنشتري عربية عشان الفرش بتاعها جدا. اما بالنسبه لمواصفات العربيه اللي نازله بيها فهي العربيه نازله في 3 فئات. اولا طول العربيه 4 متر 52 سنتي، العرض متر 84 سنتي، الارتفاع 161 سنتي، قاعده العجلات 2 متر 70، الارتفاع عن الارض 15.6 سنتي، خزان البنزين 45 لتر، ومساحه الشنطه 342 لتر. اما بالنسبه للمحرك فهو 4 سلندر 16 صباب 1500 سي سي تربو، قوه الاحصنه 169 حصان عند 5500 لفه في الدقيقه، العزم 258 نيوتن متر ما بين 1500 ل 4350 لفه في الدقيقه. معدل التسارع لسه مش معروف، اقصى سرعه 192 كم في الساعه. نوع الفتيس دي سي تي من 7 نقلات وجر امامي. متوسط استهلاك البنزين 7.1 لتر لكل 100 كيلو. نظام التعليق الامامي ماك فيرسون والتعليق الخلفي مالتي لينك. اما بالنسبه لوسائل الامان في العربيه الصيني فحدث ولا حرج، العربيه بتنزل بكميه وسائل امان ضخمه، بس ما نعرفش طبعا وسائل الامان ديت ايه ظروفها يعني. بس هو بالنسبه لوسائل الامان في العربيه فالعربيه بتتوفر بنظام الفرامل المناعيه الانغلاق اي بي اس، توزيع الفرامل الالكترونيه اي بي دي واي اس بي وهيل ستارت اسيست وتي بي ام اس وتراكشن كنترول وايزوفيكس. اما الوسائد الهوائيه فالعربيه بتنزل بست وسائد هوائيه، حساسات اماميه وخلفيه وانذار ايموبلايزر ضد السرقه. اما بالنسبه للتجهيزات في السياره فالتجهيزات بتاعه السياره ممتازه، فالعربيه نازله زجاج فامي، زجاج كهرباء، مرايات ضم، مرايات كهربائية، إشارات بالمرايات وفتحة سقف بانوراما، كاميرا خلفية، مثبت سرعة، سبويلر خلفي، جنوط من 18 ل 19 بوصة، وبلوتوث، ومدخل اي او اكس ويو اس بي، وترى مالتي فانكشن، وشاشة وسطية مقاس 12.3 بوصة، وشاشة عدادات ديجيتال، كشافات ليد أمامية وخلفية، والتحكم في الكشافات وكشافات ضباب أمامية وخلفية، مع 6 سماعات وزر لإدارة المحرك، ريموت كنترول، كراسي كهربائية، وحامل الأبواب أمامي وخلفي، والتحكم في الشنطة يدوي. نيجي بقى للمهم في الموضوع اللي هو أسعار العربية. العربية دي جايب أسعار خيالية، فهنلاقي الفئة الأولى من العربية ب 450 ألف جنيه، والفئة الثانية ب 475 ألف جنيه، والثالثة والأعلى تجهيزا ب 500 ألف جنيه. والمفاجأة في الموضوع إن الوكيل منزل العربية بضمان 6 سنوات ومش محدد عدد معين من الكيلومترات، فأنت بتشتري عربية بضمان 6 سنين.
بس طبعا هل يا ترى الوكيل ده هيفضل معانا الـ6 سنين ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه الـ6 سنين الجاية.